السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة ملوك سادة على اليوتيوب. النهاردة هنتكلم مع بعض على تردد قناة الغدير على قمر النايل سادة 2023. طبعا القناة ديت من القنوات المهمة التي بيبحث عنها الجميع، والناس عايزة تعرف تردد القناة ديت على قمر النايل سادة كام. النهاردة هنتكلم على تردد القناة دي. طبعا تردد القناة تردد حزمة عامة على قمر نايل ساد 2023. النهاردة هنتكلم على تردد القناة وهو 10892، معدل الترميز 27500. الاستكتاب هيكون أفقي اللي هي حرف الإتش. طبعا هنقول التردد تاني، التردد هو 10892 أفقي 27500. وطبعا القناة دي ترددها تردد حزمة عامة على قمر النايل سات. يلا بينا دلوقتي نروح للشاشة علشان نقول لكم طريقة البحث على القناة. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نعمل عملية بحث. طبعا أول حاجة كده علشان نبدأ ننزل أي قناة تبدأ تدوس كده على زر المنيو، تمام. بعد كده بتبدأ تظهر معاك عدة قواعد، تمام. لو انت بتضغط على الزر اللي هو بيعلي الصوت تبدأ ايه تغير معاك القوائم او بتوطي الصوت. زي ما انتوا شايفين كده هتبدأ تدور على كلمة انشاء قناة، تبدأ تدوس عليها كده، تبدأ تنزل على التردد. التردد ده بتبدأ ايه تكتب التردد هنا اللي هو تردد التي بي، تبدأ تكتب 1089، عايز تكتب 2، عايز تكتب 90، عايز تكتب 93، عايز تكتب 94، 95. الرقم الأخير ده ما يزيدش عن 95 وما يقلش عن 90، تمام. معاك إنك تزود 10 تلقاء، تمام. يبقى التردد هيكون 10 890 أو 91، هنخليها 91 أو 92 عادي، تمام. وبعد كده هتكتب 27500 الاستكتاب اتش. طب تعالى نخليها 92، بصوا جابت إشارة برضه، عايز تخليها 92 أهي، هي هو التردد برضه هيجيب نفس الإشارة. طب عايز أخليها 90 أهوت، هنيجي كده ونخليها 90 أهوت، برضه نفس الإشارة زي ما انتوا شايفين أهوت، الإشارة واحدة، تمام كده يا جماعة. الإشارة هي التردد، معاك إنك تزود تخليها 90، 89، 92، 91، زي ما انت عايز، هينزل معاك القنوات هي، تمام. فاحنا هنخليها مثلا، هنخليها 91 كده اهوت، وهندوس موافق، هتلاقي جايبه برضه نفس الاشاره. هتبدا تنزل على كلمه حر مجاني ونبدا ندوس عليها اوكي. زي ما انتم شايفين كده القنوات برضه نزلت معانا مفيش اي مشاكل. تبدا تدوس موافق كده وتبدا ترجع خالص، بتلاقي القنوات نزلت معاك اهيت، وزي ما انتم شايفين ادي القناه وادي التردد اللي احنا كتبناه. زي ما انتم شايفين 10891 27500 اتش، وده كان تردد قناة الغدير على قمر النايل سات 2023. في النهاية يا ريت الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.